جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا أدرس في المدرسة والمواد الدراسية لكثرتها تكاد تأخذ كل وقتي، حتى أنني بالفترة الأخيرة أصبحت متعبا من التوفيق بين الدراسة وبين أمور هذا الدين القويم من الذهاب إلى المسجد وحفظ للقرآن الكريم، ويصر أبي على أنه يجب أن أكون من المتفوقين، وإذا لم أكن كذلك قال: هذا كله بسبب ذهابك للمسجد. وجهوني جزاكم الله خيرا. هذا الكلام الذي نقله السائل عن أبيه وأن سبب إخفاقه في الدروس هو من ذهابه إلى المسجد، هذا كلام باطل، بل العكس هو الصحيح، أن الذهاب إلى المسجد والمحافظة على الصلاة تعين على الدروس وطلب العلم وتعين على مصالح الدنيا والدين. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. والمحافظة على أمور الدين لا تتنافى مع الدراسة، بل إنها تعين على الدراسة تسهلها، فعليك بالمحافظة على أمور دينك والمحافظة على الدراسة أيضا، ولا تنافي بينهما، والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان يقصد من هذا فضيلة الشيخ صالح أن حفظ القرآن الكريم يحتاج إلى كثير من الوقت، وكونه يجلس في المسجد لحفظ القرآن الكريم هذا أيضا يحتاج إلى مزيد من الوقت، وتلك الدروس تحتاج أيضا إلى وقت، فهل من كلمة يحفظكم الله؟ أما قراءة القرآن فبإمكانه أن يجلس في المسجد ينتظر الصلاة ويقرأ القرآن ويحفظ القرآن، طيب لا تعارض بينهما، طيب يجلس في المسجد انتظار الصلاة ويقرأ ويحفظ القرآن الكريم، ويتضاعف في ذلك أجره لأنه ينتظر الصلاة ويشتغل بذكر الله وتلاوة كتابه. وأما الدروس فإن وقت الصلاة لا يأخذ كثيرا من الوقت يعطل عليه الدراسة، وقت الصلاة محدود من حين يؤذن المؤذن إلى أن تقضى الصلاة في فترة قصيرة لا يؤثر على دراسته، وعنده الليل والنهار 24 ساعة كلها للمصالح الأخرى من راحة ونوم وأكل وشرب ودراسة، ومواقيت الصلاة لا تأخذ من 24 ساعة إلا أقساط يسيرة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كونه يبقى في المسجد كل الوقت ويترك دراسته، يبدو لأن لكم كلمة أخرى في هذا الشيخ صالح. لا نوجه بأنه يجلس في المسجد كل الوقت ويعطل الدراسة ويعطل مصالحه الأخرى، لكن يتجه للمسجد في أوقات الصلوات. طيب. يتجه إلى المسجد في أوقات الصلوات، هذا لا بد منه. نعم. وإذا جلس في المسجد للدراسة أو لتلاوة القرآن فهذا أيضا مما يستحسن. نعم.